السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الفل عليكم. حبيت بس أوريكم حاجة كده، يعني أنا شفتها فحبيت أنبه الناس منها. طبعا دي يا جماعة دهان بلكونة زي ما انتم شايفين احنا التشققات هنا ماشية في البلكونة بالكامل، واللون بهت، يعني ده كان معمول ديكور المفروض. أشوف التشققات ماشية في كل البلكونة. طيب هو إيه الحل؟ هو في كلمتين لازم نعرفهم قبل ما نعمل أي بلكونة، علشان ما نرجعش في نفس الخطأ اللي حضراتكم شايفينه. مبدئيا كده يا جماعة، الدهانات يعني ناس كتير ما تعرفش الحكاية دي، في دهانات خارجي وفي دهانات داخلي، يعني في دهانات مخصصة للخارجي اللي هي زي البلكونات والواجهات، وفي دهانات مخصصة للخارجي بس، وفي دهانات داخلي وخارجي تمشي الاثنين، وده يعني بداية من المعجون بتاع التأسيس لغاية الفينش بتاع التشطيب. طيب تعرف الحكاية دي ازاي؟ أي عبود دهانات يا جماعة الدنيا مكتوب عليها داخلي وخارجي، يا اما داخلي يا اما خارجي. علشان تشتغل في البلكونه لازم تشتغل بحاجه تكون خارجي، ما ينفعش تشتغل بالداخلي طبعا، لان هيحصل معاك المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها، التكليح والتكشير وكل المشاكل اللي احنا شايفينها دي. طيب الدهانات الخارجية اجيب نوعيه ايه؟ طبعا هات، ما دام هتعمل دهانات خارجيه هات نوعيه عاليه، خليك في شركه تكون موثوقه وشركه محترمه، لا لان المنتجات بتاعتها هتعيش معاك. طيب اعمل مطفى لامع؟ لا، خليك في المطفي، ما تعملش لامع في الخارجي، يفضل يكون مطفي، المطفي بيعيش برضه في الخارجي. وابعد عن الزيت، ابعد عن الزيت اللي هو اللاكيه، اوعى تعمل لاكيه او زيت في بلكونه او مباني خارجيه، مش هيعيش ابدا 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 وهيفرجع. ده على فكره بلاستيك بس هو واخد وادي ورنيش زيتي، فاللي عمل التشقيق ده اكتر من البلاستيك نفسه وجه الورنيش اللي هو الزيت. فاياك لو عملت بلاستيك برضو انك انت تديه وجه ورنيش، او عملت ديكور مثلا في البلكونه او ايا يكن، اوعى برضو تعطيه وجه ورنيش، لان هيعمل معاك المشكله اللي احنا شايفينها. يبقى زي ما قلنا، الاول هنتاكد من العبوه اذا كانت داخله او خارجي، مش هنشتغل في البلكونات غير بعبوات خارجيه. ثانيا مش هنتجنب الدهانات اللامعه، خلينا في الدهانات المطفيه. ثالثا نشتغل بشركه موثوقه وشركه محترمه علشان تعيش معنا فتره. رابعا نتجنب اللاكيه او الزيت. خامسا نتجنب الورنيش، تمام، الزجاجي، الورنيش الزجاجي اللي انا بتكلم عليه اللي هو الورنيش الزيتي، يعني لانه هو اصلا زيت يعني زيه زي الزيت. بس يا جماعه دي الحاجات اللي انا حبيت انبه عليها، ويا ريت كل الناس تاخد بالها عشان تشطيب لي من دول غالي ومش هيشطب كل يوم يعني. وخلوا بالكم وربنا يعني يقدرنا على فعل الخير. يلا اشوف حالكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مبدئيا كده يا جماعه، الدهانات يعني ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي، في دهانات خارجي وفي دهانات داخلي، يعني في دهانات مخصصه للخارجي اللي هي زي البلكونات والواجهات، وفي دهانات مخصصه للخارجي بس، وفي دهانات داخلي وخارجي تمشي الاثنين، وده يعني بدايه من المعجون بتاع التاسيس لغايه الفينش بتاع التشطيب. طيب تعرف الحكايه دي ازاي؟ اي عبود دهانات يا جماعه الدنيا مكتوب عليها داخلي وخارجي، يا اما داخلي يا اما خارجي. علشان تشتغل في البلكونه لازم تشتغل بحاجه تكون خارجي، ما ينفعش تشتغل بالداخلي طبعا، لان هيحصل معاك المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها، التكليح والتكشير وكل المشاكل اللي احنا شايفينها دي. طيب الدهانات الخارجيه اجيب نوعيه ايه؟ طبعا هات، ما دام هتعمل دهانات خارجيه هات نوعيه عاليه، خليك في شركه تكون موثوقه وشركه محترمه، لا لان المنتجات بتاعتها هتعيش معاك. طيب اعمل مطفى لامع؟ لا، خليك في المطفي، ما تعملش لامع في الخارجي، يفضل يكون مطفي، المطفي بيعيش برضه في الخارجي. وابعد عن الزيت، ابعد عن الزيت اللي هو اللاكيه، اوعى تعمل لاكيه او زيت في بلكونه او مباني خارجيه، مش هيعيش ابدا 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 وهيفرجع. ده على فكره بلاستيك بس هو واخد وادي ورنيش زيتي، فاللي عمل التشقيق ده اكتر من البلاستيك نفسه وجه الورنيش اللي هو الزيتي. فاياك لو عملت بلاستيك برضو انك انت تدي وجه ورنيش، او عملت ديكور مثلا في البلكونه او ايا يكن، اوعى برضو تعطيه وجه ورنيش، لان هيعمل معاك المشكله اللي احنا شايفينها. يبقى زي ما قلنا، الاول هنتاكد من العبوه اذا كانت داخله او خارجي، مش هنشتغل في البلكونات غير بعبوات خارجيه. ثانيا مش هنتجنب الدهانات اللامعه، خلينا في الدهانات المطفيه. ثالثا نشتغل بشركه موثوقه وشركه محترمه علشان تعيش معنا فتره. رابعا نتجنب اللاكيه او الزيت. خامسا نتجنب الورنيش، تمام، الزجاجي، الورنيش الزجاجي اللي انا بتكلم عليه اللي هو الورنيش الزيتي، يعني لان هو اصلا زيت يعني زيه زي الزيت. بس يا جماعه دي الحاجات اللي انا حبيت انبه عليها، ويا ريت كل الناس تاخد بالها عشان تشطيب لي من دول غالي ومش هيشطب كل يوم يعني.
وخلوا بالكم، وربنا يعني يقدرنا على الخير. يلا اشوف حالكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.